حقيقة إحنا علينا مهمة كبيرة جدا ومسؤولية كبيرة كل أم وكل أب في تنمية مهارات أطفالهم من سن سنة لخمس سنين. بنقعد مع أطفالنا، بنلعب معاهم، بنقضي معاهم وقت لطيف، لكن مهم جدا إن إحنا نعرف إن اللعب ده بيشكل شخصيتهم لما يكبروا. مهم جدا نختار إزاي نلعب معاهم. اللعب ثقافة وتعليم وحياة. اللعبة اللي احنا ممكن نلعبها مع طفل عنده 3-4 سنين دي ممكن تأثر في حياته بعد كده. مهم جدا نعرف ازاي نتعامل مع أطفالنا ونختار الألعاب معاهم ونشتغل معاهم في السن ده من سنة لخمس سنين. أكيد، عشان كده في ناس كتير بتبقى عايزة تسأل يا ترى في أنشطة معينة لازم نعملها مع أطفالنا عشان مهاراتهم تنمو بسرعة؟ هل في ألعاب يمكن تساعدنا إنها تنمي قدرات الطفل؟ الأم بتبقى حيرانة والأب كمان، أيا كان الموجود مع الطفل مين في البيت بيبقى حيران يسيبه على التليفون للأبليكيشنز أو للتطبيقات المختلفة اللي بالمعتقدين إنها ممكن تكون بتساعده في المهارات اللغوية أو يكتشف حاجات جديدة، ولا نقعد معاه ونخليه يلعب؟ لأنه برضه طول ما هو قاعد في البيت بشكل أو بآخر دايما بيبقى زهقان مهما عملنا نشاط. خلينا نعرف بقى إيه اللي ممكن نعمله من ضيفتنا في الاستوديو دعاء كرسون، مدربة التربية الإيجابية للوالدين. صباح الفل عليكي، أهلا وسهلا بيكي. أهلا بيكي. فعلا أنا كأم وكأب موجودة في البيت مطالبة طول الوقت بتسلية الطفل وتعليمه بشكل إيجابي من سن سنة لسن خمس سنوات. هو احنا مش لازم طبعا طول الوقت نبقى مطالبين ان انا بقى قاعده جنب الولاد بلعب معاهم 24 ساعه في وسط الضغوطات، بس ولادنا محتاجين مننا شويه ان احنا في وسط زي ما انت قلتي التكنولوجيا والموبايل والتابلت ان احنا نجذبهم بالعاب شويه. بس في هنا نقطه مهمه قوي، ان الولاد اصلا سبحان الله من اول ما بيتولدوا من عمر يوم لحد سنتين في حاجه مهمه جدا، جزء في المخ حتى علماء المخ والاعصاب بيسموا البيبي اول ما بيتولد جنين خارجي. ليه؟ لان هو زي البيبي بس هو لسه في حاجه ما اكتملتش، وهي الجزء الامامي من المخ. الجزء ده عشان يتطور محتاج ان انا طول الوقت ابقى في تفاعل مع طفل وبوفر له حاجات يلمسها بايده، يشوفها بعينه، يكون فيها تفاعل على عكس الموبايل والتلفزيون. الطفل بيبقى قاعد عامل كده بس، لكن هو ما بيتفاعلش. انا عايزه اقف عند كلمه يلمسها بايده دي، التربيه الايجابيه اللي بتخلي كل الاطفال قاعده عماله تلعب في الدقيق ومش عارفه يعملوا ايه بحاجات، وتلاقي البيت بعد شويه صغيره علشان التربيه الايجابيه البيت. يعني الموضوع ده برضو خلينا نقول ده لازم يحصل عشان يبقى فيه تربيه ايجابيه ويبقى فيه مهارات بيكتسبها الاطفال باللمس، ولا ينفع نعمل حاجه تبقى بتهون على الام وتعرف هي كمان طبعاً تتعايش مع هو خلينا طبعا نفرق ما بين التربية الإيجابية كمنهج تربوي ومنهج المونتسوري كمنهج لتنمية المهارات. ففي التربية الإيجابية بنقول للطفل ادوا للطفل مساحة، ومش بس التربية الإيجابية، أنا كمان أخصائي تعديل سلوك من جامعة عين شمس اللي هو المنهج اللي بندرسه من 100 سنة في نفس المبدأ، فهو الموضوع ده موجود في المدارس التربوية من زمان، بس الفكرة في إن أنا بوفر النشاط إزاي وفين وإمتى. ده مهم جدا، لأن الطفل أنا بوفر له النشاط هو حقه، بس أنا لازم أعلمه حدودك. مش ان انا همسك الدقيق والالوان ويلا بينا في البيت في كل مكان وماما الدنيا تتبهدل، لا، هو كمان من حقه يلعب ومن حقه علينا ان احنا نعلمه ان في ليميتس، في حدود. فيبتدي الطفل يكبر يروح الحضانه عارف ان في حدود في الفصل، حدود في التعامل مع اصحابه، وده بيبتدي من سن صغير قوي. وده سؤال مهم، امهات كتير تيجي تقول لي امتى ابتدي اربي ابني، امتى ابتدي اوجهه واقول له كده صح كده ما ينفعش. احنا عندنا قاعده ان الطفل اول 7 سنوات الطبيعي انه يغلط، بس مش الطبيعي ان انا اسكت. فهو يغلط بالظبط وانا لازم اوجه. فانا عندي التوقع ان انا مهما اعمل هو يفضل يغلط اول 7، وده حتى في الدين الاسلامي ان احنا اول 7 دي مرحله التوجيه، وبعدين من بعد 7 مرحله التاديب، لان انا خلاص زرعت فيه القواعد. وبرده عندنا ده في نفس المدرسه السلوكيه القديمه من 100 سنه، وبرده نفس المبدا اللي اتكلمنا عليه في علماء المخ والاعصاب، ان الطفل اول 7 سنوات بتكون المخ بتاعه لسه ما اكتملش مراحل تطور، فانا لازم اوفر له بس احط حدود. وهنا بقى نقطه، احط حدود ازاي؟ فحضرتك المثال اللي انت ذكرتيه، وفرت نشاط والطفل اساء استخدامه، مسك الدقيق وقعه كله على الارض، هعمل ايه؟ منتهى الهدوء، انا لازم اوفر باسكت كبير او سله كبيره يلعب فيها، مش هديله مساحه صغيره لان هم اصلا بتبقى حركه ايديهم مش متزنه. فانا لو حطيت له طبق صغير هياخد الدقيق من الطبق الصغير ويوقعه على الارض لانه عايز يعمل كده.
فانا هوفر يا خوفي من بس ما عنفوش ما عنفوش في الاول انا اسيبه خالص. يعني برضو فكره انه سيب الطفل على حريته لانه ده بيطلع حتى قدرات ابداعيه عنده صح. لازم يتحرك ويكتشف العالم من حواليه الالوان. يعني في بيوت كتيره قوي منها تلاقي الاطفال بيلونوا على الحيطان ودي حاجه بتنرفز جدا الاباء والامهات. انا هقول لهم حل بسيط بيحطوا قوي. بيحطوا ورق جميل انا عملتها عندي في البيت عندي مع بناتي الصغيرة يعني حطينا ورق بدل ما يبوظوا لنا الحيطان يعني نغطي الورق وكانه بقى ايه بيعملوا لوحات فنيه انا احتفظ بيها فنحاول نعمل ده نعمل معاهم ده بشكل ودايما احنا عندنا حاجه حلوه قوي في مصر ان احنا عندنا دايما بلكونه صغيره في كل بيت احط انا بناشد بقى الامهات احنا نستغل البلكونه الحلوه دي ونسيب البيت كده بعد ما يتنظف جميل ونستغل البلكونه شويه اي حيطه عندنا نحط فعلا ورق زي ما قلت حضرتك قلت وتبقى دي مساحه اللعب حتى لو صغيره قوي فالولاد هتحس ان ده المكان المخصص ان انا ارسم فيه فهنعمل قاعده في البيت عايز ترسم على الحيطه هتخش ترسم جوه تمام. هتيجي ترسم جوه في البيت هقول لك لا ما ينفعش. طب عايز اسال حضرتك استاذ دعاء في مهارات كتيره مختلفه في مهارات عقليه ذهنيه صح. في مهارات حركيه صحيح. ازاي اتعامل مع كل مهاره ودوري هنا كاب وكام ايه في التعامل معها؟ طيب احنا عندنا اصلا البيبي اول ما بيتولد لازم نشتغل على ثلاث مهارات مهمه جدا عشان النقطه اللي اتكلمت عليها ان اول سنتين بينمو المخ بشكل كبير في الثانيه الواحده سبحان الله في مخ الرضيع بينمو 250 الف وصله عصبيه العدد ده مش بينمو بعد ما الطفل بيتم سنتين بيبتدي بقى الوصلات دي تتشابك وتترابط فانا عايزه كل ام عندها طفل اقل من سنتين بتسمعنا ان هي تبتدي تركز على المهارات الحركيه ان انا ازحف اتقلب اقعد امشي ده مهم قوي طب اعمل ايه عشان اوصل الطفل المرحله دي اهم نشاط بنسميه الجيم بتاع البيبي الرضيع ان الطفل ينام على بطنه الام بتشتكي ان الطفل لما بتيجي تنيمه على بطنه بيبكي ويصرخ ويفضل يخبط راسه في الارض او يبقى مش عايز يكمل فدايما اقول لها استخدمي عنصر جذب حطيه قدامه انت او لعبه مثلا زي معانا اللعبه دي والله انا بقى اللعبه اللي معاكي كده أيوة. في حاجات حلوه جايباها معاكي ربنا يكرمك يا رب فنبتدي بقى نمسك اللعبه دي واشغله بيها اعمل له صوت الاسد صوت القطه حتى لو وصلنا ان هو الطفل بينام دقيقه على مواصفات اللعبه بقى هي حاجه غير قابله انها تقع في الزور انها تتحشر بالزبط. انها تدخل في اي مجرى للانف انها بالزبط. حاجه كبيره ظاهره اختفت يبقى احنا عارفين راحت فين يعني في مواصفات للحاجه اللي بتتحط جاذبه الانتباه وانا بفضل جدا في السن الاقل من سنتين لان امهات كتير بتيجي تشتكي لي كل حاجه على بقه هو أصلا الطفل في المرحلة دي بنسميه فموي يعني هو بيكتشف كل شيء عن طريق الفم فمن باب الأمان حاول نختار ألعاب قطنية نبعد شوية عن البلاستيك لأن البلاستيك برضو لو أم عايزة تشتري حاجة بلاستيك أو سيليكون لازم تبقى عارفة أن هي فري بيبي إيه يعني خالية من المواد المسرطنة لأن أوقات كتير ألعاب بيعاد تصنيعها من بلاستيك معاد تدوير وده مش صحي خالص للرضع اللي احنا بنتكلم عليهم اقل من سنتين فهنستخدم الالعاب القطنيه في ان الطفل بيبقى نايم على بطنه وانا اشغله بيها ايه تاني ممكن حاجه بتعمل صوت زي دي فالطفل هنا بيبقى بنمي عنده حاسه السمع وفي نفس الوقت بلفت انتباهه في وقت التمرين على البطن فانا عايزه اشتغل على السمع الانتباه وبرده عضلات جسمه عشان اخلي الرضيع يتطور نيجي بقى النقطه مهمه قوي ده معتقد عايزه اصلحه عند الاسر الكتير مع الرضع اتفضل البيبي بيتولد بيروحوا بقى محل الالعاب يجيبوا حاجات بقى بالوان مبهجه اورنج واصفر وهو اصلا مش شايفهم الطفل الرضيع اول ما بيتولد اول 3 شهور بيشوف اسود وابيض فقط فانا لو رحت جبت اي لعبه يتفاعل معاها بالوان اللي هي المبهجه دي هو مش شايفها مش هتفاعل فالام تقول جبت اللعبه ومش بيلتفت ليها والفلوس اترمت في الارض لان انا ما اخترتش لعبه مناسبه للوقت ده او للسن ده فاحنا عايزين نحط قاعده انه وابتدت محلات الالعاب هنا في مصر توفر لنا العاب باللون الابيض والاسود للرضع بتبقى قطن وفيها مثلا بيعملوا الحيوانات فيها ابيض واسود بالنقاط خطوط بحيث تلفت نظر انتباه الطفل نبتدي من 3 شهور ل6 شهور يبتدي الطفل يشوف الالوان بالتدريج احمر والازرق والاخضر والاصفر باقي الالوان من 6 شهور فانا لو هختار اي لعبه لطفلي اول 3 شهور هيبقى اسود وابيض بعد كده هدخل احمر زي مثلا الكارد ده دي كروت مخصصه للرضع بتبقى معموله بالالوان اللي الاطفال بتشوفها فانا لو حطيتها قدام الطفل طبيعي انه يتفاعل معاها لانها باللون اللي هو شايفه ويعني التباين او الكونتراست اللي موجود بين اللونين بيصور له او بيساعده انه يشوف الابعاد بتاعه الرسمه او الصوره وبرده لازم نراعي المسافه الرضيع اقل من 3 شهور محتاجين ان احنا ما نزيدش نبعد المسافه عن 30 سنتي لان هو ما يقدرش يشوف على بعد كبير احنا بنتخيل ان الرضيع اول ما يتولد بتبقى الرؤيه عنده كامله بس الرؤيه بتتطور مع الرضيع اول 3 شهور خطوه بخطوه فمهم جدا عشان اساعده على كمان تطور حاسه السمع والبصر بشكل قوي ان انا اوفر
نوفر له حاجات كده. دي بنسميها التحفيز البصري للرضيع، فيبقى الانتباه عنده عالي، الوعي، طفل يبقى منتبه. حتى كمان المعلقات ساعات برضو عاملين في المحلات دلوقتي معلقات بالالوان دي، اهي احمر وابيض واسود، بنعلقها للرضيع كده فوق بخيط عند اي ام وتعلقها له. الطفل بيحاول يرفع ايده عشان يشدها ويعمل يستخدم الحركه يعني. بالظبط، فبيحرك عضلات ايده. ادينا قوينا عضلات ايده، قوينا الانتباه والبصر. جميل. طب كبرنا استاذه دعاء مع البيبي شويه، يعني نمينا المهارات السمعيه والبصريه والحركيه زي ما حضرتك قلتي، وبدا بقى نخش في مرحله العقل او الانتباه او التنميه الذهنيه. صحيح. ودي مهمه جدا. صحيح. الاطفال، لانه دي بتشكل حتى زي ما احنا قلنا في البدايه شخصيته بعد كده. صحيح. الناس بتستسهل فكره ان دي مجرد لعب وتسليه وان انا بقضي وقت مع طفلي. لا. صحيح. ده انا كل حاجه بعملها معاه هي مسؤوله عن تكوين شخصيته لما يكبر. صحيح. ازاي بقى اشتغل واتعامل مع المهارات الذهنيه والعقليه مع طفلي؟ احنا اول حاجه نقطه كمان محتاجين نصححها بجزء الذهنيه، ان الطفل الرضيع بيكون فهمنا ومستوعبنا من اول الولاده، واكتر حاجه بيكون مستوعبها وفاهمها هو تعلقه بالام، لان هو عارف الام من قبل ما يتولد، عارف ريحتها، نبضات قلبها، انفعالاتها. فالطفل سبحان الله بيتورد على فطره ان انا عارف مين ماما ومنتبه ليها، في اي تفاعل ما بين الام والطفل بيسري جدا المهارات الذهنيه عنده، الوعي. فانا عايزه كل الامهات لو عندك رضيع اقل من 6 كلميه، هتقولي ما هو مش فاهمني. اتكلم معاه بالظبط. هي تقولي ما هو مش فاهم. ايوه، ما هو دي نقطه حلوه، هو مش فاهم، بس انا محتاجه ادخله كلمات عشان يسمع، ولما يسمع بحس بايقاع الكلام. بالظبط، الاصوات. فيبتدي هو لاحقا من عمر 6 شهور تبتدي مرحله المناغاه. يعني ايه؟ نقل الطفل يقعد يقول د د د د ب ت، دي مقاطع اصوات جابها منين؟ من كتر الكلام اللي سمعه اول 6 شهور. ده يساعدنا في ايه؟ ان الطفل يبتدي يتكلم. وحاليا منتشر جدا موضوع تاخر الكلام. صحيح. جاي منين؟ ان احنا لسه مش عندنا الوعي فكره ان الاطفال وهم صغيرين اول 6 شهور بيسمعونا، مركزين معانا، محتاجين نكلمهم. بالاضافه ان احنا بنشغل التلفزيون كتير عشان نسكته، فطبعا ده بيلغي جزئيه التفاعل اللي اتكلمنا عليها في الاول. فالطفل مش بيبقى فيه فعل ورد فعل، هو متلقي فقط، فما بيحصلش التطور الذهني والانتباه. فاول قاعده وابسط قاعده، بدون ما اشتري العاب، بدون ما اجيب اي حاجه تكلفني، نتكلم مع اولادنا في المطبخ. انا بعمل كذا كذا، قاعدين مع بعض في اوضه اللبن، انا بعمل كذا كذا، قدامي ادوات الطعام، الحاجات المحيطه بينا في البيت، الاساس، الملابس، اعرفه على اسمائها. كل دي بنسميها سلسله المعارف الضمنيه اللي لازم يكون الضمنية. دي حاجة من ضمن السلاسل الأساسية اللي الطفل يكون أقل من 3 سنوات عارفها في اللغة. كل ما يحب الطفل، ملابس، أدوات الطعام، الأساس، الحيوانات المحيطة بينا اللي ممكن يشوفها، أجزاء جسمه، أنه يعبر عن مشاعره الأساسية. ودي نقطة مهمة قوي. زي ما بنعلم الطفل معلقة وطبق وكوباية، محتاجين نعلم الطفل 6 مشاعر أساسية من هو صغير. أنا عايز أكل، أنا عايز أشرب، أنا عايز أنام، أنا زعلان، أنا فرحان، أنا غضبان. الستة دول الطفل بيحسهم من بدري جدا وما بيكونش عارف يعبر عنهم. عشان كده أمهات كتير بتيجي تقول الطفل بيصرخ كتير لأنه حاسس الشعور مش عارف يوصله. بالظبط. طب هتقولي يعني أنا لو هو اللي مش فاهمه ولا أنا اللي مش فاهمه؟ هو مش فاهمه. مين اللي مش فاهمه؟ هو مش فاهمه بطبيعة الحال، لأن الطفل ما بيدركش الحالة الشعورية بتاعته أقل من 2 سنين. هو بيكون معتقد أن أنا متصل بماما لسه هي هتتصرف. بالظبط. لما بيلاقي ماما مش فاهماني بينهار، لأنه كده كأن الاتصال ما بيني وما بينها فقد. فانا عشان اسهل على الام، هي برضو مرهقه وطول الوقت ما بين ده وده وده، وخاصه ان الام عندها اكتر من طفل، هي مش تبقى فايقه. فانا عايزاها تدخل اللغه دي لما يجي وقت اكله قرب، وتتلاقيه كده بقى زمزق ومتشنج وعايز ياكل. انت عايز تاكل، انت جعان، مع التكرار. قومي تقولي انا لو قلت 6 شهور على سنه مثلا يقول لي انا عايز اكل، اقول لها لا، مش هيقول على سنه، بس هيقول لك على سنه ونص، هيقول لك على 2 سنين. كل ما ابتدينا بدري كل ما الطفل هيتكلم بدري. جميل. كل ما ابتديت متاخر كل ما الطفل هيتكلم متاخر. دي قاعده عندنا. فانا عايزين نصحح مفهوم، انا هتكلم مع الطفل ومش هنتظر هو فاهم ولا مش فاهم. انا عماله ادخل حصيله واخزن الكلمات واربطها بالمواقف اليوميه البسيطه. ده هيساعدنا جدا جدا في الوعي، الادراك، التواصل، الكلام، قله العصبيه والغضب بشكل اساسي في البيت. انا بدخل الكلمات بس
ولا بدخل روتين وسلوكيات ممكن تكون بتدخل وقت الكلمات؟ يعني اوتوماتيك انا باخد الطفل او انا بقول له انت جعان وبحط له الاكل، بيبقى عارف ان هو عنده مكان مخصص بياكل فيه. صحيح. ان بعدها واحنا بعد ما خلصنا الاكل هنقول يلا نقوم نغسل ايدينا. صح. حتى واحنا بنشيله يعني هو راضي، يبقى عارف ان ده مرتبط بده. صح. وقت البوتي تريننج او وقت نزع الحفاض احنا نبتدي نقرن ده مثلا بمرحله ما بعد الاكل، فده يساعدنا اكتر انه يبقى. صحيح. فاهم انه ده مرتبط بده. هل لو عملنا ده ممكن يساعدنا اسرع؟ لان احنا شايفين الناس بتتكلم ان طول الوقت لا اخروا المرحله دي ما فيهاش حاجه، الولاد الخلايا العصبيه عندهم ما اكتملتش، اخروها لسن 30 و 40. اللي اخروا التريننج قصدك خلع الحفاضه؟ نفسها خلع الحفاضه دي فيها جزء طبي واساسي، دكاتره المسالك البوليه هي اللي بتحدده، وهي اكتمال عضلات المثانه. امتى المثانه تبتدي؟ مش كل ما الطفل يشرب جزء ميه تروح تعمله، لان مش الطبيعي ان الطفل يخش كل ربع ساعه التويلت، ما هيتهلك. فاطباء المثانه قالوا ان الاطفال عاده عضلات المسالك البوليه وعضلات الحوض بتبتدي تكتمل من 18 شهر الى 3 سنوات عند البنات والذكور. امتى بقى دي؟ دي حاجه بتاعت كل طفل، لان كل طفل ليه جدول ده بقى يخضع لروتين. ده ممكن يكون الروتين محفز او مساعد، مش بس في خلايا الحفاض، في السلوك بقى انه مرتبط بان اكلنا بعدها بنغسل ايدينا بعدها، يعني الترتيب اللي الام بتبقى عايزاه بعد شويه ان الطفل يعمله اوتوماتيك لازم تكون هي اللي عملت الروتين ده. في نقطتين مهمين بس هرد عليهم في صحيح، لهم مهمين قوي. في خلع الحفاضه مهم قوي ان هي تحفزه من اول سنه. حفزي الطفل وابتدي عوديه وعرفيه التويلت عشان ما يخافش منه، بس ما اخلعش الحفاضه نهائي غير لما الاحظ ان الطفل ابتدى كل ساعتين خلال النهار افتح الحفاضه الاقي الحفاضه جافه، معناه ان المثانه بتقول لي انا العضلات بتاعتي ابتدت تتحكم وابتديت احبس شويه التويلت، مش كل شويه بعمله، فهنا دي اشاره جسديه ان انا ابتدي. الروتين بالنسبه للطفل بشكل عام في اي حاجه في يومه عامله زي الساعه. صحيح. انا ببص الساعه 3 عندي اجتماع، 4 رايحه البيت، الطفل بالنسبه له ترتيب الاحداث وتتابعها بشكل معين هي الساعه بتاعتي. فبيبتدي الطفل بعد 21 يوم من تثبيت حدث معين في نفس اليوم، طفل اصلا لو ما حصلوش اقل من 3 يزعل ويتعصب. كل الامهات تلاحظ لو الطفل سافر بيه لبيت جديد او لمكان جديد، ده كان مقريف، ده كان زعلان، ليه؟ تغير البيت والعادات اللي هو مرتبط بيها. فاحنا نستغل الروتين من بدري في ان انا اعود الطفل انه يقعد على الحفاضه ويغسل ايده ويتعود كل حاجه، بس في نفس الوقت نراعي في ان جزئيه الحفاضه دي مهمه. ده برده سبب دخول الاطفال في عند شديد سلوكي مع الام لما بنضغط عليهم في التدريب على خلع الحفاضه وهم مش مستعدين جسديا. تمام. الكلام اللي قالته منا وحضرتك كلام جميل جدا، وبياكد لنا الدور العظيم اللي بتقوم بيه الام في المرحله. أيوة. الحرجه دي عظيمه كلكم يعني بجد، يعني حاجه عظيمه، دور مهم جدا في السن الدقيقه دي. سؤال لحضرتك بقى، المطلوب من الاب ايه؟ لانه في الوقت ده اباء كتير يقول لك يعني الاطفال بيبقى خليهم مع مامتهم، بيزنوا كتير، المسائل البسيطه دي الام ممكن تتعامل اكتر. هل الاب مهم يبقى ليه دور في التعامل والالعاب والاقتراب من الطفل في السن الصغير اللي احنا بنتكلم عنها؟ ده نقطه مهمه قوي. اول حاجه دور الاب مش بس مع الطفل، ودور الاب مع الام، لان الطفل اللازق في الام ده ما هو محتاجه هي مثلا ابسط الامور، تدخل تاخد دش مش عارفه، لان الطفل بيبقى متعلق بالاب، بيسيبهم في اوضه يروح في اوضه ثانيه يقول لك انا عايز انام. يعني انا مقدره جدا طبعا، ربنا يعين كل الاباء راجعين من الشغل تعبانين، بس فعلا لو كل اب فهم قد ايه بيبقى الاجهاد الذهني على الام كله. يعني التفاهم لدور بالزبط. الام دور زوجته مهم خاصة جدا، خاصه اول 6 شهور من بعد الولاده. الامهات عندها اكتئاب ما بعد الولاده، عندها مشاكل في الرضاعه، عندها مشاكل طبعا في ارهاق في جسمها. الرضاعه اليوميه بتاخد بمعدل 2 ساعة جيم، كاني رحت قعدت العب 2 ساعة على المشايه بتاعت الجيم. دي معلومه. فالام بتبقى مرهقه، يجي الراجل من بره بيبقى فاكرها ان هي بتتدلع، بس لا، هي فعلا تعبانه. بجانب بقى الصريخ المستمر بتاع البيبي، ما ده بيعلي عندنا هرمون الكورتيزول بتاع التوتر، فتيجي الام تعيط بالليل، فانا طالبه منه مش اكتر من حاجه، خد البيبي نص ساعه وسيبها، قول لها اعملي انت عايزه تعملي ايه، عايزه تقعد يساعدها يعني، يعني يشيل عنها شويه بالظبط. ده كده في اول سنه هتفرق جدا جدا، وهتخلي الام احسن مع البيبي، عندها طاقه تديها له،
واحسن في العلاقه الاسريه اللي ما بينهم، لانه انا ما خلفتش البيبي ده لوحدي، انا محتاجه احس بالترابط الاسري، الاسره الجديده. برافو عليك. انت ساندني وانا سانداك، انا مسؤول عنه وانت مسؤول عنه بالظبط. وطبعا مع مراعاه ان هو طول اليوم في الشغل، انا مش بقول لا، بالاضافه برضو ان احنا بقينا في ظروف اقتصاديه، في امهات كمان بتشتغل اونلاين في البيت كتير، فبتبقى محتاجه من زوج يتفهم ان هي برضو بتشتغل بجانب دور الامومه، فقد ايه مرهقه. بعد كده بقى نصحح مفهوم، اصلا الاطفال عندهم حاجه اسمها سلوك التعلق بالاب من 18 شهر لاربع سنوات، خاصه مع الزوج. بتكلم على سنه ونص كده. يبتدي بابا يروح الشغل، ودي بتيجي كتير، بيصرخ ليه؟ انت رايح فين؟ انا عايزك، انا قلقان بالظبط. فبابا هنا يعمل ايه؟ يثبت وقت بعد ما يرجع من الشغل 20 دقيقه مش اكتر من كده، يلعب مع طفله لعبه مميزه. لان الطفل في السن ده بيبقى مرتبط بماما هي اللي تعمل له كل حاجه، فيجي الاب يحاول يتدخل، خليني يعني طيب انا يا ستي هنيم، الطفل ينهار يقول لا بصي هو اللي رافض. فاحنا نعمل ايه؟ احنا عايزينك يا بابا تثبت لعبه مميزه ماما ما بتلعبهاش مع الطفل، تبقى حاجه كده ما بينك وما بين ولادك، انت اللي هتلعبها. ده جدا بيكون العلاقه ما بين الاب وما بين الولاد. طب لو اب وعنده بنت، البنت بتاخد ثقتها بالنفس من نظره الاب. طب لو اب وعنده ولد، الولد بيتعلم من التصرفات الاب الذكوره. فاحنا محتاجين جدا دور الاب ده يرجع تاني يكون في البيت، ان الولد يشوف الولد يشوف بيساعد ماما ازاي، بيجي بينزل السوبر ماركت ازاي من سن صغير، اخد الولد معايا واعلمه انا بشتري ايه وبكلم الناس ازاي، لان الولاد برضو ودي حاجه بقت منتشره، لان الام بقت هي طول الوقت مع الولاد والولاد طول الوقت مع الام. في امهات كتير بقت تيجي تقول لي الولاد لما بيشوفوا رجاله في الشارع بيخافوا. ليه؟ لانه طول الوقت انا ما بختلطش اصلا برجال، يا مع ماما يا مع تيتا يا مع خالته، طب فين دور الاب؟ فاحنا محتاجين طول الوقت نعود الولاد من سن صغير على التعامل مع الرجال. بالاضافه الاطفال الخجوله بتبقى محتاجه شويه زقه من بابا، يعني مش كل حاجه على ماما، دايما بقى يجي الام ما طلعتوش راجل، لا بنتك متدلعه قوي، لا. محتاجين من بابا دعم شويه في المهارات الاجتماعيه. الادوار بتكون مجزاه في الاسره عشان نقدر نبقى اسره فعلا سعيده واسره فعلا صحيه في التعامل مع اولادها. كل